ندخل بقى في التفاصيل على طول. منتخب مصر هيواجه غانا في كأس الأمم الأفريقية النهاردة الساعة 10، يعني بعد 3 ساعات من البرنامج على طول تقدروا تشوفوا مباراة منتخب مصر اللي هيلتقي بمنتخب غانا في الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. طبعا بعد التعادل في المباراة الأولى، التعادل الغريب أمام موزمبيق 2-2 في اللحظات الأخيرة، كل الجمهور كان قلقان، وده قلق مشروع لأن جمهور مصر كله ورا منتخب بلده، وكمان حطت امل كبير جدا على كل اللاعبين اللي في قائمه منتخب مصر. السكواد ده مش سكواد عادي، يعني اللعيبه عندها فرصه النهارده عشان تصالح جمهورها، واحنا لازم نكون دايما المرشح الاول للفوز باللقب، وده مش هيحصل الا لما تلعب كل ماتش كانه مباراه نهائيه عايز تكسبها عشان تكمل مشوارك لحد النهائي. احنا عندنا مجموعه من اللاعبين المميزين سواء المحترفين او المحليين، وكلنا بندعم منتخب مصر، ودايما قناه النادي الاهلي بتكون اول داعم للمنتخبات الوطنيه كلها سواء في كره القدم او في كل الالعاب الثانيه. ومن المتوقع النهارده ان فيكتوريا يغير في التشكيل اللي بدا بيه مباراه موزمبيق، لان الاداء ما كانش احسن حاجه في المباراه الاولى. يعني احنا ورا ال11 لاعب، اي 11 لاعب هيكون في التشكيل احنا النهارده وراه، كل لاعبي منتخب مصر كمان احنا ورا كل منتخب مصر، لان اسم مصر كبير قوي ومنتخب مصر لازم يكون الافضل. شفنا المفاجآت الكبيره اللي حصلت في البطوله وصعوبه المباراه النهارده، ان منتخب غانا خسران المباراه الاولى امام الراس الاخضر. يمكن احنا نتيجتنا كانت افضل لاننا خدنا نقطه وما خسرناش، لكن اكيد منتخب غانا عنده دوافع، خصوصا ان منتخب مصر متفوق عليه في الفتره الاخيره سواء في امم افريقيا 2017 او في تصفيات كاس العالم 2018، وبالتالي المواجهه مش سهله النهارده. نتمنى نشوف اداء افضل من المباراه اللي فاتت ونحقق فوز، لان الفوز النهارده هو اللي هيضمن صدارة المجموعة بإذن الله، يعني يا رب يعني. وإحنا واثقين في منتخبنا واثقين في لعبتنا، ويمكن تصريحات محمد الشناوي في المؤتمر امبارح كانت تدعو للتفاؤل، لأن اللعيبة عارفين ومقدرين المسؤولية اللي عليهم، وكمان عارفين كويس إن المنافسة مش سهلة، هي مباراة مش سهلة بكل المقاييس، ومباراة محتاجين التركيز فيها قوي بأسماء لعبتنا كده في المنتخب وأسماء غانا. أسماء مصر أعلى بكتير، أنت عندك واحد مصنف من أفضل اللعيبة في العالم محمد صلاح طبعا، بالسكواد بتاعك بالتشكيل اللي هو لو أنت هتلعب يعني مباراة وتقارن المدافعين بتوعك بالمدافعين بتوعهم ونص الملعب بنص الملعب والمهاجمين، لا أنت أعلى كتير. فرقة غانا عملت ماتش قدام الراس الأخضر، الفرقة المحترمة القوية، فرقة الراس الأخضر فرقة محترمة وقوية جدا، لكن فريق غانا كان يعني مفتوح، كتاب مفتوح لأي حد، أي مدرب يقدر يقراه، اي مدرب يقدر يعرف تفاصيل نقط ضعف الفرقه دي ايه. فبالتالي احنا عندنا فرصه، طبعا صعوبه الماتش ان الاسمين كبار، اسم غانا كبير واسم مصر اكبر، لكن انت عندك فرصه النهارده تصالح جمهورك، وعندك فرصه تعالج مشكله تعادل اول ماتش قدام موزمبيق. نتمنى التوفيق لمنتخبنا طبعا.